لا أريد حديثا في غير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم هنا. فإن العراق قد كدر ماؤه وكثر غوغاؤه وعظم خطبه وعسر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي فيخمد نيرانه وينتصر لمظلومه فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ من؟ يا أمير المؤمنين، أنا للعراق. انزل يدك يا حجاج. ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق وإني قاهر الفصاق ومطفئ نار النفاق. لا أراك لها يا حجاج، بل إني قاسم الظلمة ومعدن الحكمة وآفة الكفر والتوبة. لست لهذا يا حجاج، فانزل يدك. من للعراق؟ أنا للعراق.